السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفية إصلاح السخان الكهربائي. يعني حنا كنسميوه في المغرب السخان الكهربائي، سخان ديال الماء. يعني 99% كيكون عندهم نفس المشكل. غادي نشرح لكم الطريقة اللي غادي تتبعوها باش تصلحوا السخان الكهربائي. هي طريقة بسيطة جدا كيف ما كتشوفوا إخواني. سوف نقوم بفك البراغي بطبيعة الحال. غادي نفكوا هذا البراغي. نفكوا البراغي كاملين حيث إخواني السخان الكهربائي في بعض الأحيان بعض الموصلات السالب وموجب ما كيوصلوش، لازم نصلحوها. سوف نقوم الان بفتح بورغي او الفيسات كيف ما كتشوفوا عندنا في الصوره. غادي نفتحوا البراغي كاملين. يعني بورغي غادي نفتحوه. شوفوا اخوان، يعني غادي نفتحوها. ربما باقي بورغي هنايا كما كتشوفوا اخواني اخواتي. نجمعوا هاد البراغي لانها مهمه. الان كيف ما كتشوفوا عندنا غادي نحاول. هذه هي اللمبه اللي كتعطينا ديالنا السخان الكهربائي مفتوح. غادي نفتحو، غادي نحيدو هاد الموصلات من لهنايا. نفتحوهم من لهنايا وغادي نفتحو تاني من هنا هكا كما تلاحظون اخواني. فتحنا الاول وفتحنا الثاني، والان غادي نحلو هاد البراغي باش عندنا ثلاث البراغي كيف ما كتشوفوا. كيف ما نوريكم اخواني كيف ما كتشوفوا، يعني هذا هو مسمار. هنا ثلاثه المسامير ما نخلطوهمش. هنا كيف ما كتشوفوا دابا غنشرح لكم اخواني. فهاد هذا راه عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا، هنايا كيف ما كتشوفوا خصهم هادو يوصلوا الحراره الموجب والسالب كيف ما كتشوفوا. هنايا هاد الحلقه اخواني اخواتي، هاد الحلقه ديال الساخن وهنا البارد. يعني غادي نحاولوا نجيو لهنا كيف ما كتشوفوا، نجيو للداخل ديال هنا كيف ما كتشوفوا اخواني. وغادي نقادها كيف ما قلنا لكم اخواني.
كنحاول اني كنحاول اني نقاد هادي مزيان، نتمنى الصورة تكون واضحة. من بعد ما سالينا غادي نردو، عندك هنا الموجب مع الموجب، غادي ناخدو هاد الخيط البيض هنايا، الخيط الأحمر مع البيض، وغادي نركبو هذا هنايا كما كتشوفو. نحاولوا نركبوا هذا هنايا، نجيبوا هذا هنايا، وهنا مكان ديال الإنارة، هذا ديال الإنارة. نحاولوا، احنا قدينا الآن وضعناها بالأماكن ديالها، الآن ما علينا غير نحطو الآن. سوف أقوم ب بوضع احنا سالينا المهمة، وهذا آخر برغي. الآن غادي نشوفو كيف ما قلت لكم، أغلب السخانات كيكون عندهم المشكل هنايا. الآن غادي نمشيو نديرو التجربة، نشوفو واش القضية كتشتغل.